يا سلام يا سلام يا سلام. أعطيك ألف عافية. أهلا وسهلا الموسيقي طارق الجندي. أهلا وسهلا فيك. كيف حالك؟ النشيد دائما. شكرا. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. صباح الخير. أهلا وسهلا. تفضل. تفضل يا رب. كمان صباحكم سعيد الموسيقيين والضيوف. أهلا وسهلا. أهلا. نورتوا الشاشة ونورتوا استوديو حلوة يا دنيا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك. يعني أنا دائما بقول طارق ما بيغيب طارق إلا لما يرجع لنا بشيء جديد، بمشروع جديد، بكل شيء مميز، وفعلا يضع بصمة في الموسيقى ليس فقط على المستوى المحلي ولكن أيضا على المستوى العربي بهذه الأفكار الخلاقة الموسيقية اللي دائما بتقدم لنا إياها. فيعطيك ألف عافية. الله يعافيك. وأهلا وسهلا. شكرا. شكرا. أهلا وسهلا. هلأ في البداية، من أنتم؟ إحنا ثلاث أجيال من عازفين العود. بحب أعرفكم على الفرقة. في أستاذ رامي الجندي على الإيقاع، أستاذ عمر القور هو خريج من الجامعة الأردنية، درست وتخرج بال 2019. في عنا جنى قدورة، أعطيتها كمان حصة، هي التحقت معنا جديد وهي تلميذة عمر هلأ حاليا. ليان مصاروة هي خريجة 2021، درستها بالبكالوريوس وبالماجستير بالجامعة الأردنية. حلو. وفي عنا فارس بطوش كمان من التلاميذ الجداد، وأندريه شعية كمان من التلاميذ الجداد. فإحنا ثلاث أجيال يعني من عازفين العود، يعني هم بطلوا طلابي، أصدقائي هم حاليا يعني. الله يديم المحبة. بسوى نقول إنه الأستاذ رامي الجندي الإيقاع سبق وكان ضيف في حلوة يا دنيا إذا أنا مش غلطان. صحيح. وأيضا كمان عازف العود أندريه شعية كمان كان موجود معانا. صحيح. من سنوات نورتوا. أهلا وسهلا. اليوم نبدأ بجديد الأستاذ طارق الجندي، منهاج العود اللي إحنا شايفينه أمامنا اليوم. طارق، أنت أخيرا تقدم للعالم، مش بس للعالم العربي، اليوم أي شخص حول العالم يود أن يتعلم آلة العود وأصولها، بتقدم هذا العلم ضمن منهاج أكاديمي. صحيح. واضح، بنحب نسمع. هذا المنهاج أنا بلشت أشتغل عليه بال 2019. أنا بخبرتي في التعليم بحدود 20 سنة، بلشت أعلم من عمري 20 سنة. كنت يعني بلش الموضوع، تعرف بتعمل أصحابك حقول تجارب، بتبلش تجرب عليهم، فبتكتشف إنه العزف إشي ونقل المعرفة إشي تاني. يا سلام. وهذا بيحتم على إنه الواحد يطور مهاراته. لما بلشت شغلي في الجامعة الأردنية بال 2011، طلابي هم اللي كانوا إنه يعني كان في هم اللي يحثوني على موضوع أستاذ اكتب لنا كذا، بدنا نعزف مقطوعاتك. بلش الموضوع بهذا الحكي. فمتذكرين مرة من المرات قبل سنين كان في معي كتاب المؤلفات تبعي، بعدين أيوه. بلشت أطلع على طريقة منهجية لتعليم آلة العود. بلشت بال 2019، أخذ الموضوع معي بحدود الأربع سنوات. هذا حصيلة الكورونا على فكرة، كانت من أهم مراحل حياتي اللي كنت أقدر أشتغل فيها 14-15 ساعة. يعني أنا لما صارت الكورونا قعدت في البيت، كنت فعليا بس أكل وأشرب وأشتغل. 70 يوم استغليتهم استغلال كتير كبير، إني بنيت الأساس، كتبت كل اللي كيف الطريقة اللي أنا عم بعلم فيها، وبلشت أطوره. تجرب الموضوع خلال الأربع سنين هدول عشان كنت عم بنقح، ولأنه كمان المنهاج عربي إنجليزي، فكمان كان في تدقيق لغوي بالإضافة إنه مدعم بالصور. حاولت أعمل منهاج عصري بحاكي عصرنا، ولكن بنفس الوقت بحافظ على هويتنا الشرقية، بوصل موسيقتنا العربية إن كان اللي بده يدرسها عربي أو غير عربي، بالإضافة إنه بنى على منهجية كثير غربية. بصراحة فادتني يعني دراستي لآلة التشيلو، أو حتى خلفيتي الهندسية، بكيف أني أنا أبني إشي بنائي بشكل أنه يتعامل مع الطالب، أنه يفهم الموضوع درجة درجة بدون قفزات. يا عيني طارق، أبدعت. نقول لك يعطيك ألف عافية على كل اللي بتقدمه، ولكن فعلا يعني هذا اللي عم بتقدم لنا إياه أمامنا. ممكن فؤاد ناخذ واحد من الأمثلة. بس شوفي أنت، علشانك مبتدئة رح أعطيك المستوى الأول جريد 1. إيش قصدك؟ مبتدئة موسيقيا. موسيقيا موسيقيا آلة العود، ولا أنت خبيرة يعني طبعاً. أنا أسأل أساتذة الموسيقيين. أنت قانون ما شاء الله. أنا تحت الهواء كم آلة بمسك. أنا مبتدئة موسيقياً آلة العود، فاخترنا لك جريد نمبر 1. عجبك يا طارق.
يلا مش مشكلة تمام. طيب إذا أمامنا الآن مثال، ولكن إذا نقدر نطلع على الطاولة إذا المخرج بيقدر يورجينا إياهم، أنا شايفة أكثر من لون، فهذا معناه يمكن في أكثر من جزء. هم 8 أجزاء، هم 8 أجزاء، كل جزء من لون 100% ببلش. هذا ببلش من مسكة العود، كيف الطالب لازم يمسك العود، كيف لازم يقعد، كيف لازم يمسك الريشة. في تمارين هاي مثلا حتى المسكات الخاطئة، يعني حاطط أيوة. انه شو المسكات الخاطئه اللي ممكن تكون اللي فوق خطا اللي تحت صح مثلا. لا هذا عشان كله مسكات خاطئه، كله مسكات خاطئه او مسكات غير محبذه. هون مثلا الصفحه اللي بعدها كيف نمسك الريشه، يا سلام. فالموضوع بعدين هون مثلا فيما بعد حتى المسكات الخاطئه للريشه. حاولت حتى في الكتاب اني اعمل نبذه عن حياه كل مؤلف عشان الطالب الصغير يعرف لمين عم بيعزف. يا سلام. يعني مثلا العالم كلها بتعرف ام كلثوم، بس ما بتعرف مثلا مش كل الاطفال بيعرفوا رياض السنباطي. انا ما حطيت المغنيين، حطيت الملحنين عشان هيك انا شفت صور للرحابنه كمان. صحيح. وغيره. صحيح. ايوه هلا صحيح. بس عفوا طارق، هذه المناهج يعني هل يستطيع مثلا ممكن اي حدا ممكن هلا يكون عم بيتابعنا ان يحصل على هذه المناهج بالمنزل وتكون صديقه له داخل المنزل، وانا اطلع عليها وانا اتعلم اله العود وانا بمنزلي؟ بصراحه انا وجهه نظري كتربوي انه الافضل وجود استاذ، ولكن الاستاذ كمان بده منهج جيد. يعني مرات ممكن يكون في استاذ جيد بس ما في منهج. فوجود المنهج هو كمان نص الطريق. هلا هذا المنهج هو طبعا فيما بعد انا راح ابلش بموضوع اشوف كيف مثلا توفير وسائل تكنولوجيه معاصره، انه الطالب اللي ما عنده استاذ او ما بيقدر يتعلم، مثلا واحد اجى مثلا عقد عمل على سيبيريا حابب يتعلم عود مثلا، فانه لازم يكون في وسائل اللي يقدر يطلع مثلا اللي تسهل عليه. مفهوم. ولكن حاليا انا اول شيء كنت بدي اعمل منهاج عود متسلسل ببلش مع الطالب، زي لما بدك تتعلم لغه، مستحيل تتعلم لغه من كتاب او كتابين. انت احنا اذا بنجي نتذكر كيف تعلمنا العربي او تعلمنا الانجليزي، قعدنا من صف اول لصف ثامن لبلش مثلا لساننا ينطلق مثلا. نعم. في الكلام. نعم. فنفس العمليه تعاملت مع الموضوع زي كانك عم تتعلم لغه، وبدك الموضوع يكون بشكل سلس ومتقن. استاذ طارق، لاجل الوقت لابد ان نسمع يعني مقطوعه ثانيه وبعدين بنكمل شويه حته صغيره. طبعا. يلا تفضل. Cierto. سلام يا سلام. استاذ طارق، هلا المقطوعه هاي شغلك تاليفك او لا؟ لا، هاي مقطوعه من العصر العثماني. قديم. لجميل بيك الطنبوري. اوكي. وهي تمام. معناته طلع السؤال غلط، هات نغلط كمان سؤال. هذه الاعواد تصميمك؟
اغلب الاعواد حاول قول لي في عشان على الهواء قاعد صحيح 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 لا مزبوط مزبوط لانه لا بحكي جد هلا عن جد بحكي هذه كلها تصميمه مش تصميمي في عندي شيء اسمه سيجنتشر موديل اللي هو سيجنتشر موديل اللي هو العود الموقع باسمي تمام اندري معه واحد ليان معه واحد ليان معها واحد وعمر معه واحد ايوه حلو صحيح حلو وبتشابهوا بتشابهوا طبعا زي ما حكيت لي عليه توقيعك فيه تشابه واحد فيه تشابه كثير منيح طيب ايش في هلا مشاريع مستقبليه عندك طارق يعني احنا هلا بفتره الصيف كنا عم نحكي اليوم من الصبح عمان الان الاردن تفتح ابوابها لكافه الفعاليات الموسيقيه صحيح. والفنيه شو في عندك فعاليات قادمه بصراحه بعد موضوع الكتاب هلا ان شاء الله الخطوه الجاي راح افتح اكاديميه موسيقى عربيه اللي هي فقط لآلات الموسيقى العربية للعود للقانون للناي للإيقاع للغناء العربي ونظريات الموسيقى العربية وهي هي بصراحة الخطوة اللي أنا عم بشتغل عليها حاليا كانت أول خطوة هي المنهاج إيجاد منهجية واضحة صلبة الخطوة الثانية هي يعني وضع حجر أساس لأكاديمية موسيقى عربية حتى أنا بصراحة يعني حتى موضوع الألوان له علاقة بالطفل أنا بدي أستهدف الطفل اللي من 9 سنين 10 سنين لأنه نبني الهوية الشرقية نرجع الهوية الشرقية مش نبني جميل نرجع الهوية الشرقية نخليه يعتز فيها بشكل معاصر من مشاريع الأخرى اللي راح تكون في عندي حفل راح يكون مع التخت الموسيقي العربي لأوركسترا بنك الاتحاد وراح يكون في عندي حفل وتكريم ببغداد إن شاء الله بشهر 10 نتمنى لك التوفيق والكلام مش مجاملة بس أنا أعتقد يعني في الفضاء الثقافي الموسيقي في الأردن طارق الجندي قدر يحط توقيع جميل شكراً ونتمنى لك كل التوفيق لمشاريعك القادمة والجميل يعني كمتابع إذا بطلع لي أحكي شهادة أنه طارق الجندي من الناس اللي ما اشتغل فقط على نفسه يعني موسيقي لا اشتغل على أجيال صح اشتغل على جيل قديش تشتغل على تلاميذك انت يعني انتاجك عمالك بتشوفه في تلاميذك ومن جيل لجيل فقديش هذا الاشي كويس شكرا. ممكن اعمل نقد اذا بتسمح لي طبعا مثلا لحالة المنهاج اذا بيطلع لي يعني عادي الواحد يعمل هيك النقد ما بتشوف انه تعليم الموسيقى هي حرية فبالتالي وكنا نحكي على قانون الجرائم الإلكترونية قبل شوي بالفقرة الأولى طيب أنت اليوم بمنهاج بتقيدني لما مثلاً بتجبرني أستاذ طارق أني أعتمد أسلوب واحد على سبيل المثال لمسك الريشة طب أنا ممكن مثلاً برتاح بمسكها بطريقة أو بهذا الأسلوب وبتلاقيني أيضاً محترف وإلي بصمتي وسيجنيتشر زي ما حكيت صح. فليش أنت بتقيدني وبتربطني بمنهاج كثير حلو هذا الفن السؤال. حر طبعا الفن يجب ان يكون حر وانا ضد تقييده ولكن عم بدي احكي لك قصه صغيره بتعرف ايام زمان كان القبائل اللي بيكون عندها شاعر فيعني كانت القبائل الثانيه تهنيهم فكان اي واحد يتمنى يكون شاعر فراح واحد بده يتعلم الشعر عند شاعر قال له بدي اصير شاعر قال له روح احفظ 10,000 بيت شعر غاب 5 سنين وحفظهم رجع عليه قال له حفظتهم سمع له اياهم قال له شو اعمل اكتب شعر قال له لا هلا روح انساهم لما راح نسيهم رجع له بعد 5 سنين قال له نسيتهم قال له هلأ اكتب شعر شو العبرة من هاي القصة انه انت في عندك اساسيات لازم تعرفها بعدين يجب ان تصبح حرا انت لازم تتعلم بمنهجية واضحة ولكن بعد هيك لازم يكون عندك القدرة على نقد كل شيء تعلمته هذا الاشي اللي انا بطمح له يا سلام حلو. والله انه مثال وجواب شوف مقنع شوف انا بحكي الصراحه طارق افحمك 2-1 افحمك يعني اعطيتنا مثال لسه الفقره ما خلصت 2-1 لا فعلا زي ما ذكرت يعني اي مهنه الواحد ممكن يروح عليها او اي موهبه اي شيء انا ممكن اني احبه يجب ان اتعلمه بشكله الصحيح بقواعده الاساسيه ومن ثم لي حريه الاختيار طبعاً بان ابدع بالطريقه اللي طبعاً انا بشوفها مناسبه طارق جدا سعيدين بوجودنا شكراً معك شكرا لكم شخصيا نفتخر جدا بوجود قامة موسيقية فؤاد حكى نقطة مهمة جدا بأنك لم تبقي المعرفة لك لوحدك أنت عممت المعرفة على الجميع وعممت هذه الحالة الموسيقية الراقية جدا على مستوى مجتمعنا شكرا لك ويعطيك ألف عافية مرة تانية نشكر فرقة العود الفرقة عازفي العود اللي موجودين مع الأستاذ طارق أهلا وسهلا فيكم شرفتونا ونورتونا ومنختم معاكم طبعا بمعزوفة من بعد هلأ خذوا راحتكم عاد يعني أنتوا كرمة
واحنا بنستاهل. رح نختم بهاي المقطوعه.